واحنا وحي له ذا واسباب خارجيه اسباب ده بدك تبي وقالت يا مكر قود يا دبتود لكن وحلت الماما قالت يا مكر قود مرنا ما تشوك سن ما انت الدين تاني سودك تي الى يا انت قيامك ودع يا مكر قود تشوك سن ما يو سد ردد علاد اصل كا يدو ما هبا ليدا علاد اصل كا هي وقابلية الاستعمار مالك بن النبي ورن جري وذات كمدة وذات ددي قرنقي الله باتناد الحضارة الإسلامية وحبدا كقول جري أيا وحولي استعمار كنفتو ما هي وين إنه النوم هاي ضد قبل يا إلا استعمار صدو نك الديدة ده استعمار كم استعمار سنكر بولي يا أدو إن تقابلو تو هذا قبل سيل هو استعمار صدو فهلا أنا مركا الأسباب الخارجية مت وحك استطاعي تهي إنك استطاعي لك تهيبا وحي منفذ النقطة ما وحفله وحي النقطة مركا أي شرط أسباب الداخلية هذه مركا أسباب الداخلية أنا يشرين عدا وجودك وحبا ما يالك هو وهايو وهاي ده دان قالوا ده ما كي كبر رما يان دوني ده يه مامل كده يه دولة ده يه سوق الحوك بدن يني وهاي ده the currency of the international relation is its power and wealth وهاي ده دان وهاي ده دان عملة العلاقات الدولية لعقت الله استعماله مركا حديد كدولة ده هلا جا ورما يمد ولا بران كي يلا نسهر كي جلسة وحكو حدا يبي ده دان القوة والثروة power and wealth أود ده دي عدود ده دو انت إليك تحي هي هنتي ده دو انت إليك تحي سيكالا هدين اونو دانو دادك تشابي وحي مودان international law وحلا إذا هدين وشري إيو المجتمع الدولي يو دادك سو قادة إيو وروح اسمه كران international law وحو شقيا نكي حوق له مجتمع الدولي قلنا ننكي مسكين أبو مسكيه صفولة سيدا أوقات عيد أنت يكون نحضر لنا سوار قوة رواء مساكينة ما يشاه الله قصوك هذا ما شرته ولذلك أسباب الهزيمة الحقيقية وحويا أدو هالك هذا سلكته سوما لذا ما حيكو ما هذا لحوة لبشي للك يسلكته ما هي هي لغو قورعة ما لغو غلا إلهي قرآن كمركو كور رمي المسلمين تي شبقي غزوة أحزاب غزوة أحد أحد مسلمين تمركي هو قول استين لكن مرضا بيهدنا لكي نبتو مركي أي كل عضي إلا إلهي كمدقين إن خالد حريفها أو ميل بنان هلي أو حاجة دمبك صوق علي أو كويك لسوتي استين أو دبتنا قال دي حوق بطي إلهي إلا كمدقين بل القرآن كبير بل يمشي خالد بيد خيامة يا معين كان صدح طبعا آيات بقى في الأيام يا لها إلا قور رميه لكن ما إلا قضية خالد لقمة المامي إلهي وحد المامي سبحانه وتعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحصونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إلهي وحولي وإدين دبي يبوه إدين يبوهي مركي أبقماذ يسين بإلهي إلهي سبحانه وتعالى قال هذا مركي أبقماذ يسين يبوه الله إدين يبوهي نبو النغض إلهي يمحي آيجنكو كضعيفتين أو إسقبتين أو عاصدين النبي عليه الصلاة والسلام أو أمرتيسي وحيدن كتري كوا أدون دونية يكوا آخر الدونية با إلهي لي إذن مشكلة داخلية با إلهي كان لغاية شبكو دي لغا مرد لغن إنو يهي خالد نين حريف ومسلمين تدبر شبية لغا مرد لغن إيوحا لغا لغن إتي مشكلة داخلية وخالد دين أسكر عصام با إهيد با ميشا كترتا سأو قد با إلهي وحولي أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير مركي نبي إذن هلا شيء با إلهي لي كوا كلابا مدلا مدى هلا شيء أي سؤالك أنت نورنا سألنا هذا كيف هذا سيدي أهل كانوا وضعي لأننا نقول مسلمين هاي لأننا نحقق كتاقنين
قل هو من عند أنفسكم بإلهين شبكوا حكيم يدينك دنكين وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إذا النصوص بدن القرآن وحي تلمام يساه سبب تخارجك أين أنا يأهين ضعفك مسلمين توحكينا أين يتهي أسباب داخلية متقده هذا كتمي مركها سيف شيء تيدبد قاعدة عام كنا وحويان إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إلهي دول مجدية وحي كسوغيين هذين معاها استان كما داديو إن يو كان أنا سمعت لك أي كذا قبر يسموه يعني هدي أي حاجة كلا تهينا نبتنا كما بحان هدي أنا يو كان وحي لك بحي ما بلا أنفس أي أو بهن قدقة وحنا ركرا مركز سكوبا مسلم كما أنت جوغر نبتها يستاوح قيمي غربة الإسلام في بلدي دين إسلامك وغريب كنا قطعين الكيدي سكال هذا نطل مامنو سيستم كي دينيت بينو كتقنا أما إهمالنا أما الجهل بينا كتعي دين تاني هدايت أمورت شخصك يا هدايت أمورت حياتك اجتماع سياسة نقالة وحضارة وقصابسا إلا الإسلام نمادو ما هاد دين سيدا كورر قلبتك ريليجن كي يدهدان ريليجن ونحلة لكن الإسلام قول ريليجن ما هبا يعلم هذا إلى هذا ريليجن هو نحلة نحلة هو شيء معتقدات كون كصاب سنية إنتا الإسلام هو إنتا ما الإسلام هو نظام حياة ودين دم يستران ونلش ونل فرق لسا نقالة لي وسياسة لي وبلشة لي نظام بلشاد لي ومد عقيدة هي عبادة هي أخلاق بله هذا بوحي الله أنه وحكيني سدو دوبة حتى ينغط الممنوع إنن تفصيلين وحويان دينتي إني بينو خان تقنع ألغي أبدا يوغ علماني تاي وحسينا إلى هدان وردين لك التقاي وحبا ما بدل إسي إلهي بانا قرآن كوشاقي يضاقوا بانا الضوضوبة إلهي وحين لي وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ربي وحو يبوهي هو إذنك إذن كمدة إيمان لك هلو إيمان كشرعه يقامه يا عمل صالح عمل كصالح نواك شرع ويقام لا بضع عدا لجهلا لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبل إن الله سبحانه وتعالى نلك دحلسين دونا يجو قعنت فوق بن دونا سيدكوا يجوه الرئيب لا دحلسين ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وحال سبحانه وتعالى مكنن دونا ما قعنت دجل دونا دين تودي إلهي ورالي وغنوضي ما أنت الدين تا تي رسمك هيد قعدت إنكو مجر تبا وحلوقي الضياغون أما باب الضروريات بلغ الرادية محا ضرورة ببنين إسا أما با هدي قال لنا فأنا تفسيرك قال لنا بلغ الرادية إلا وافتشيو وحا إقال قوتان لكن إلهي وحلي وحا مكنسين إياه دين تانا نقول رالي ذكاها ما هاتو ضرورات كو سلايسنا ما تو قال كو سيدو وحشر حيا مودون اياه تانا نقول رالي دا وغاهابا الهي لي ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا عبسيد بديدنا نبت قليان سين دونا با الهي لي شرط قوام هي يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون نسكا سي قرآن كاما آيات دا كنتن يشناد في سورة النور إلهي وحقوت الماما يا هدين لما الشيء اللي هلو وحك لين حلو هلي لما دا الشيء واما حي إيمان دابا هي عمل صالحة لكن إيمان كو وينو نغضا كي شرع وشيغي عمل كصالح هنا وينو نغضا محي كي شرع وشيغي لما دا هدين اللي هلو وحا إلهي تلماما يا نقول كارينو بعنتو دا سوغالي دونو دين تودو إني كرنو قندونتو نبط إلي كوار الدونان وأنا يعدنا كبغي دوني وهي كسوى بلن إلهي وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون كسوى بلن ألبا للي وحي إلهي يبوهي لكن ذاتك أنت بضني مسألة ما بقوا قبا إلهي إلهي سبحانه وتعالى إن بضنا وضفك كم إذا هداد ويدي سوتنا هذا محاك يريني بتينا وحلقي يا أبو مسائل كالينو تلمان ما أسكرتينا هو بيري
وبينن هيسننيو دقالها عين كان يو حين تلمامان لكن وحا كان وحا السببون بين لنا يشيغي أنه دمو عمل كصالح إيمانك صالحسا إيمانك شروط بولي ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إلى يحيو لقارسة وكور رميا وحيولني أنا ألي الرسول بواقو ما ينوان وأطعنا لكن هدن هو كتشي سنيا با إلهي لي إنت أمرك عفو خير هدين دبدين بلقم كودكو مصر ليسني وكتشي سنيا إلى يحيو وما أولئك بالمؤمنين كواسي مؤمن ما هبا إلهي لي مركز جوابته أوكوبا وحن لنا هاي مسلم كوحا هل كارنجي ودين حمو هدي أي كبحان وإيمان دب الله يمادان عمل ونكسن الله يمادان وحلكي مركز سببتي حلكو يقول ضوضوبة وإنت لكن وحلقة يا ما إنتكو تفصيل وبا هذا سؤالك للي سويديو تدين قام الدين تمام طلع استوى واحد مدين كوسا لسنت الدين صلاة إيوه ويسد إيوه إيوه تسألوت كذا إيوه مصباح هذا إيوه تصبح يا إنت كوسا لسنت تسوى الدين تعلمانيين تربان لكن أنا نرش قيبة كل حي بالشدة نقالها سياسة ما ملك أحكام تا قانون كا شرعي كا وحاسي أنا أنشق كل حي نبغون عليه الصلاة والسلام وحنينه شاهد مثلا حديث لي سواحة كم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم هذا وحقك لقضتان وكوك ليبستان عينة عينة ذا وحي علماء ذو انت بدن كفصلنا نيتهاي تحيل للربا قاب ربا الله حيال يستوه والربا اللي والوريتي اي اخر قال لك هو الربا هو هدا مركا قاب كاسي وغنى قنطان او لقضة دبضة قبستان بالليل او بيرت الرالي كان مقطان يعني وحويا تجارة ايان لش ادون حق داوتي ستان بس وأكتكتان إلهي جدكي سينا أدر إرتان هذا يتاسي دعضه حين أراك الرواة عالم الإسلام ما أنت كجرتان دادكو إنت بضان شرعيك إلهي وحي شخصي كساب سنمو يعني شرعيك عامك هاي ومضى إنين بضان لغنق أقو دادكو إنا يوجهي سيين سيوحيوك سن لهايين أما الله راع أما بير لغا متجارة سميو هم قرينو دادكو ويسد حدا شيء حديثكو شاقي واتجارو هي حول نغشو هي بير وانا صدح لبناء آدم ونرشي سكس وصاره هذا يتعسي لعدو الدين تكو بدلتان بالهلو جهات كتكتان وحي لهاي دنكو يتحامي ذلا لا ينزعو ذل نماء لا يدن كفي دينين إلا أي جهات كخصوة نغطان لما ورد وحل إلي إلا أي دين تهين كخصوة نغطان ذل آن إذا كبحينين دين تو آدمه نغطان مويان حديث كإمام أحمد يا أبو داود بواوريان علماء دون الصحيح بإليه بمجموع طرقه صحيح مسلم كحديث كده رأي جابر بن عبد الله نوح كمدها وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله إنه نبقى عليه الصلاة والسلام حاني ذيك قتقي شيء أيضا لمين إساق القداشي هداق بسطان وإلهي كتاب كيسبو نبقى تلمامي عليه الصلاة والسلام كوحن لنا وغهرين وحين وباهن هاي جهلك الدين تأينا قاها استيقوا نقلنا أنت يدينا نكبحنا ودين تأينا ينسلنا بأقرنا وإيا مسلم بامان تنال إسلام شاقان يولي مران كجيرو إلهي الدين تسوين عبادات كأركان تأينا نقلنا ينكبضان تأي مران كجيرو هذا الشرع اللي سوقاته ما يهرت الدين تهينا ضبا يسبولي محوكو بدلنا إياه مدسكوكا تشاوحو قرقري نما ويسد باقون وحو قري عقل بنا آدم با وحال لنا عوضا إلهي سبحانه وتعالى علم جيس أنتم أعلموا أم الله با إلهينا ويديني إنه وحين لا نيسي عملية ذاتك أقوم بضا ذاتك الولي بانا
والله يعلم وانتم لا تعلمون بإلهية البامية. احلاني دينتو انو قادنو جهل يكبحنو كنغنو قضب كاللباد يلا تلمامة وحكمي ده هقانكو قلقمي القيادة الراشدة هقانك قمان أولا قتقي شعوبته ويدي حق يديها حكامته إذا خيرك قبائن دورته أنظمتها مما ملد عالم الإسلام كتير نظام استبدادية نظام وحقوميسته دتكي سو قميسانية ما ها عدك لسو قميسانية سيستم دتكي سو قميسته وأدي ده حرية ده وإساقو قرور صدا سلطة يثر وضبا ما ملو دنق عنتيسة كلمته باء الشرعي بقر كايني بالحوينها يريبا شرعية إلهي بايدنا شرعي ماها. ثاني الأمر ثروة ضغنا من أنك عنتي سكوشرته بلد كوحو هنتي لي يوردنا إساقا تحت تصرفهم وشوغا وحانو كشقين إياه وفق إملاءات الخارج كوة دبدا أما كوة باور كالهاية الدنيا كتلين إياه وحي أويريا بكشقين إياه. هذا مكان ركت استبداد ما لحظة سوى حول بمرار سطيها هذا ركتو مركا يمادان وحبت الظلمية وحيرا دا عدالة وحلوا يا حرية يا كرامة بن آدم قفكو هدو حرية يا كرامة ويا نهر مربا مصميه ويا وحلما القيم الإنسانية قفك بن آدم كفاليوغا كلما الدون وحنو النغضاء سيستم أن حرية وقلين دبتنا وحكلو ما الإبداع إنوفيشن أوردر إنو وحصاصة عربة وكلو طا سيدة أوغيد نبغو عليه الصلاة والسلام مركو كور رمي النظام كإسلامي غاية بربر ككل عدونا كالنظام هان أيوحو نبغو عليه الصلاة والسلام حديث النعمان بن بشير وكورين أي حذيفة بن اليمان تكون نبوة فيكم ما شاء الله أن تكون نبي نمذا نحدينا هان دونتا انت الله دونه والنبي قد شوغي ثم يرفعه الله كدبنا دي الهي با افصاني وتغي نبي قد وحكو حق دونتا بو النبي قد تلمامي عليه الصلاة والسلام خلاف على منهج النبوة مامل منهج كي اما وضدي النبي قد رعسيسا وكي رقي رقا هاي ووينا مسلمين تمركي قعنتكو هاي سعدي كدبنا إلهي باك حين دون أبو نبي عليه الصلاة والسلام ثم تكون ملكا عاضا كدب وحي نقن دونتا بغرطويو عاضا عضا بي كتمي مدل كاوح كغنين تا بغرطويو وعقنين إيسا إيانا مدى إيسا هان دونتا وإلا كوريا لدون أبو نبي عليه تاوح كحيق دون أبو نبي عليه الصلاة والسلام ملكا جبرية بغرطويو ديكتيترة دقق قصبتا جبارينا باكو حيو دونا انتي الله دونا بيسان نقن دونتا كدبا وحصان نقن دونا ابو نبو عليه الصلاة والسلام خلاف على منهاج النبوة ثم سكت خلافه قصة ليسين منهاج النبي عليه الصلاة والسلام دبتنا نبي هو عموس حديث هذين صاقوا ابن وحا وتلمام اياه اسبدل كو ايمان دونا سيستم كدتك مسلمين تا او اه وددي حقا هيدي نبيغا ايو صحابتي سوا وينت كسقنا ياني لغا وي عن دونا وي عشات كي كواد وحي صوبحين مركي اي بغرتويو اي سنة حالة اي صوبح داي او ددان اهل او هيني مركا سوا لبا اي قبطين كدبنا فتن كي ايا دقالة دي لحدو دها ايا كرسي اسكو دل كي ايا وحبا بلامي كدبنا واحد صباح ذي الدولة ذي الكلوه ودتك قانين تو وماضة ونكي كهر يوم أدوة ترى هذا مدح هذا الله يكرمه كم من عالم با مدح لقو يلوقو يعني ما كي بغرضها كدبنا بغرتو يدا سي جبار كي دتك ما ملك حمادة إنك استوى سقوب أو كي ما دتك حمادة وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا وحاو نبغو تلمامي عليه الصلاة والسلام ما ملك حميهيسو إنو كمد يهي بلشادو حميهينا ومركي بلشادو ويعطو
madaxdooduna ilayay ka timaynay qaldanaan doora saawgeed baa nabiga kaleey salaatu wasalaam hadiiska laga warinay waxa kamida hadiiska ibn umar ee nabigu kaleey salaatu wasalaam yiri muhaajirine shan baan idinka cabsanaya in ilaahay idinku itixaamo ilaahay baanan ka magan galaynaan anigu soo gaadha buu nabigu kaleey salaatu wasalaam ma idinku ina soo gaadhaan da muhaajiriinta tii shan dasha ina soo gaadhaan ilaahay baan ka magan galla waa maxay shantaa waxaa ka mid ah faaxishadu zinada iyo xumaha iyo waxaan iminka la wado dunida aynu joogno dunida aynu joogno waxaa aad u yaaba nin baa khudbadeeyey waa madaxweyne mise waa ra-iisul wasaare khudbadiisi waxa weeyaan man is a man woman is a woman buu yidhi weligaa wax bini aadama waxaa ku khudbadaya ma arag ninku waa nin ayuu madaxweyne ku khudbadaynaya gabadhuna waa gabadh gasaa loo sacabinaya waayo dunida maanta jooga waxay leeyihin labada eray baa la sharxi kari laayay yaa gabadha iyo yaa ninaa la garan laayay anta maraykanka maxaa la yidhaha baarlamaanada ka taliya waxa su-aala la weydiinaya kuwii xabsiga haystay kuwan la gegediye la walaaqay ayaa la yidhi xaggee lagu xidhayaa raggan dumarka laga dhigay bay qaar yidhaahdeen dumarkaa lagu daray xabsiyadii dumarkaa la geeyey imisaa ku jiraa laysweydiinaya marka iyagu xaggee lagu darayaa baa lasu xaggee lagu xidhayaa dunida aynu maanta joogno faaxishadu xadkaasay imanaysaa ay xuquuqu noqotay awal dunuub bay ahayd ama ha la sameeyo ama yaan la samaynin laakiin iminka waxay noqotay xuquuq bini aadam dabeetana nabigu wuxuu ihi faaxishadaasi duul kuma faafto ilaa iyo ilaahay wuxuu ku itixaamaa taacunno iyo xanuunno aan dadkii hore ku dhici jirin imise xanuun unbaa soo baxay kuwa iyada toos ugu xidhan oo in badan ah amraadu zina inta ugu badane waa herbisde waa yacni sheegun xanuunada ay tilmaamaan kolba dilaacee sababaha ku dilaaca waa aids waa kan waa kan ama xanuuno guud oo ilaahay subxaanahu watacaala uu ku itixaamay dadkoo dunida kolba midi dhex maro waan xanuunay dadkii hore yaqaanen aan ahayn buu nabigu yidhi kuwaasi waa kuwa faaxishada sameeya maxaa kaloo ka mid ah tujaartu marka ay iyaguna wax khaldaan miisaanka kharibaan mikyaalka xumeeyaan waxa wax lagu halbeego oo dhan ay xadaan halbeegu wuxuu doona ha noqdo mid baa dawo iibinaya dawada halkii la rabay 100 miligaram inay waxaasi ku jirto noocee noocaasu 17 miligaram kusoo daraya 9 kale waa qudhun laakiin adiga wuxuu kaaga ibinaya noocaaye mid baa briska waa la tigiisu loota laakiin adiga wuxuu kaaga ibinaya madaxinkaasa miisaanku khaldaya mikyaalku khaldaya waxa wax lagu beego ama lagu miisaamo khaldaya nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam walam yanqusu lmikyaala waalmiisaan waxa wax lagu halbeego ama lagu miisaamo ma nuqsaamiyaan ilaa ukhiduu bisiniini washidati lmu'uuna wa jawri sulطaani calayhim buu nabigu yidhi ilaa iyo kuwa waxaa lagu qabtaa abaaro iyo shiddo iyo dhib iyo madax wax dulmida buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam tujaartu dhibtay geysatay cuquubada ka ratibantay waxaa ka mid ah madax wax dulmida inay timaada buu nabigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam waxa kale uu nabigu yidhi dadka xoolaha haystaa zakada ma manciyaan ilaa iyo samada roobka laga joojiyaa walowla albahaa'imi lam yumtaruu haddaan mayeedhaanka lala'yay mayeedhaanka xoolaha iyo bahallada iyo wixii mayeedhaana haddii lala'yahay dhibicima uma soo dhacdeen inta roobi waxay ku timaadaa kuwaasoo ilaahay u naxariisanayo wuxuu kaloo nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam walam yanquduu cahda allahi wa cahda rasuulih ila sallata allahu calayhim caduwan min gayrihim ballanka ilaahay iyo ballanka rasuulka ma buriyaan ilaa iyo ilaahay wuxuu ku itixaamaa cadow dabadeed oo fa akhaduu bacda maa fii aydiihim waxa gacantooda ku jira wax ka mida ka qaada wuxuu kaloo nabigu sheegay wamaa lam taxkum a'immatuhum bikitaabi illahi wayatakhayaruu kuwooda madaxda u ahi kuma xukumaan ilaahay kitaabkiisa oo khayrka kama dalbaan halkaa wayatakhayaruu fii maa anzala allah hadday taasi dhacdana ilaa jacala allahu ba'sahum baynahum ilaahay wuxuu ka yeelaa dhibtooda dhexdooda
إذن شان شايبو النبي قو شاقي ككواد فاحشة دي حمها صوفا فحنونا الله فافا لي كالباد تجارة دولة قلدو وحكا الرتب ما أباره لب إيا مدح وحظ المدح زكا دولة منعيه وحكا الرتب ما الروب قو يرادة إلهي بلن كيسو لبرية بلن كي رسولك عليه الصلاة والسلام وحكا الرتب ما عدو غوكو بوبة كتابك الله لقادا وايو وحكا الرتب مددكو استله انت بما هينا مركا مسما هينا يعني انت بما انت عالم الإسلام يدوني دوا كتاقي دي هدين ربنا ينا نسلاحنا وعقوباتي نقصو الدقي وحكا نية وين نذنوبتي نقول نعضيك بحنا هدين ربنا ان دلك نحدين بشوك سدو وين انو إلهي كتابك سوصان غنا ديك الله فهي برغب ورن يا مالين انتو كتابك ومال اوالا غضو يجي نكو جهادين هدي اينا نكبحين نصوص تاسي وحا اي شيء غيسو ضعف غاسي هدي مدحوينه الظالم نغضو اما ما ملكو ظالم نغضو عدو قنا الغوغو التحامو ادو قنا قدها دات سكدشو صدح داسي بو قضية سياسية صدح داسي ما هدي لعانو قضايا سياسية معناه دو حوي يرينا انه ما دو تشيرين اذا وحين لا نهي ما مل حمضة تاني وحي كنت مكاسا كمدا قضوك الصدح هذا انه تلمامي كرنوحة كمدا وقايب قايب سنانتا قال الدادة شدا برشدي مسلم كي دوني دور لك الادادية دولة دا ما انت اسلام كشاكتا وكنتن ايتو دبا الدولة دوت كنتن ايتو دبا دي الدولة دوت هدنا انتا لقومت ديني مركي هو قوميات بالوت ما يدربانا قال بيت مركي عالم الإسلام قبتين الدولة دي إسلامية هي ضعف في الدرادة ده يدنتي الخلي خلافة العثمانيين تود ما يصير مركي يدنتي وحرر قال بيت فافية يسكول دي سيء وحول لي وعي قومية تركيا الطورانيين بالله صار يشعوبيه عربت عربني ما الله صار كجوا الله يري إنك قومية صومالية بينه بحني قال بقومية بينه بحري قوميات كاسي ناشناليسم باي سمايه ناشناليسم كي وحو أبو رينا المسلمين تو كالاقوغان كنتن يتو دبت دولة دودين اي صابحان دول كي لباد با هده يمي هده نوام حي دولة كستا ان قبائل لو كالاقوره هده ناي استشو صومالي قبائل باي سودي ليسا سودان قبائل باي سودي ليسا ليبيا قبائل باي سودي ليسا شامية سوريا سيدو كالي سودي ليا عراق سيدو كالي سودي ليسا انت كلنا وي كرايسا ان بدنو كميدا قوه كلنا وا كرايا وحيدا دن علماء الاجتماع قيب قيب انت وحي او دغنتا باي دادان امد مركا تربتو ان اد غميستو ام دوميسو قيب قيب انت وحي او دغنتا باي دادان تخدير اديكو سو جيدا دختركم ما كوغالي كرا سواد قايل ان سام وا عرريسا ميديدي كوما سار كرتو ادو دا اسكا نول سو جيدا وحا كهوريسا ان ميديدا لوغو سافو ان لوغو سوخيو إن لغو مدات صوحده مركات صوحده كذب شغال لغا قبن كريا عالم الإسلام ولا صوحيه وحصل وابورا صوحي انت وطاك هنتي إن وضا نيرا فلسطين ليلة هدو انت ولي ولا سيكا لقيبيي مقالة غزل ليلة هدو دوري دور دمين اي صوحك تو هل مقالو يا يهود عالم كشوكتي يا دولة دي هو وين يا حوكا شيغاني يا وحود يا نبي سكوتي غير الله طمية مسلم كانوا حليلين ولو بحال كاكا فردي بل هو حليلين نوقب قبطة انت نصفي عن الطمية يا وحبو سوكلي بين التاغين حقي حق بابا نوقبتين الغصمية مركز سيد تمر دفيدو دم حي دور بدين وزراء الخارجية انت الله يسكت ضريبة يقولي دو صومر يا نوليين دكا اول الله هنا يا ايما اللي قدين ما هي اللي قدين ما هي soo wareegay dunida oo dhan bay soo mareen markii la keenay United Nations kana ninkii xoogga badnaa baa yidhi ma jiro xabad la joojinaya waa xabada weliba maaha xabad daa'ima war insaaninima loo warnimaka inta bariiska la siinayo un dadka bal wixii dhimanaya iska dhintaane wixii nafi ku jirta inta wax laga siinaya cunaha la siiyo baa la yidhi vito buu ka riday dacfiga muslimiintu halkaas u maray tafaruqaana keenay إمك هو تجزئة المجزأة بين مرسا صومالي وارك تنسيد اللو دمية أيه وقعدت وده سوء دمية حتى أنه ولي وصي وضان
marka qaswi ilmaanigi hore qoominimo abuuray kan dambe hadana casabiyad qabiil ugu abuuray waxa soo dhan hadda waxa wada imma mushkila siyaasiya maslahiya inay tahay group yari dantooda inay ka dhaxarkeen inay reer cidlo ula baxaan ama mararka qaarkoodna fahm qaasir liddiin kuwa moodaya inay xaq wadaan oo yana dhankooda wax ka duminaya ama caamadoo dhibta haysatoo ah awlawiyaadkii ay kala garan waayeen maxaynu horaysiinnaa ilaa iyo ay ka noqotay sidii kuwii ilaahay lahaa ba'suhum baynahum shadiid inay muslimku is hayaan